ما بين مطالبات مستمرة ولا مبالاة في الاستجابة، تستمر معاناة طلاب اليمنيين في الخارج. أكثر من نصف عام مر وما زال الطلاب يواصلون احتجاجاتهم ومناشداتهم لصرف مستحقاتهم وإنقاذ مستقبلهم المهدد بالضياع. فلا يختلف وضع الطلاب الابتعاث في روسيا عنه في ماليزيا، ولا يتغير في باكستان وألمانيا. دول عديدة يعيش فيها الطلاب مأساة واحدة لا تؤثر على تحصيلهم العلمي فحسب، بل تضع الطالب المبتعث في مشاكل إنسانية وأخرى قانونية نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات في بلد الابتعاث. وعلى الرغم من أن رئيسي الجمهورية والحكومة قد أطلقا قبل أشهر وعودا بصرف مستحقاتهم وأمرا بتشكيل لجنة للصرف، غير أن تلك الوعود يبدو أنها قد ذهبت أدراج الرياح وكأن شيئا لم يكن. أن اللجنة المكلفة من قبل فخامة رئيس الجمهورية لحل مشاكل الطلاب وبانتقائية غير منطقية عالجت بعض المشاكل الطلابية لبعض الدول، ووجهت قبل أيام قليلة بسرعة التحويل العاجل إلى بعض الدول الأخرى، وتناست بقصد أو بغير قصد دول أخرى. الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب جراء انقطاع مستحقاتهم الحكومية لم تجد حلا شاملا من قبل الحكومة الشرعية كما يقول المبتعثون، فضلا عن أن ذلك يراكم الديون عليهم بسبب المصاريف والاحتياجات اليومية. لا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل إن الاعتصامات التي ينفذونها بشكل يومي وبطرق سلمية سرعان ما تواجه بعنف وفض بالقوة من قبل أمن السفارات وبطرق وصفت بغير لائقة. وأمام حكومة لا تسمع لا ترى لا تتكلم، يقول متابعون، ها هم الطلاب يعيشون الفصل الأخير من مأساتهم التي تتضمن تهديدات بالفصل من جامعاتهم وترحيلهم من بلدان الابتعاث.